بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم في قناه افوكادو. كل سنه وانتم طيبين. عيد الاضحى قرب، وطبعا عيد الاضحى يعني الذبيحه، ويعني اكلات المميزه اللي منها الفشه اللي هي تعتبر رقتين الذبيحه. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. الفشه بتنضفيها كويس جدا، تدعكيها بالدقيق وبالملح وبالليمون، وبعد كده تشطفيها كذا مره لحد ما تنضف خالص كده وتبقى ميتها رايقه، وتقطعيها بس قطع كبيره. للاسف انا الجزء ده ما صورتوش. تغلي ميه على النار فيها معلقه خل ومعلقه عصير ليمون، وتنزلي بالفشه تديها غلوه 5 دقائق كده، وبعد كده تتخلصي من الميه دي، وتكوني محضره حله تانية فيها ميه بتغلي على النار، فيها حبايه طماطم، حبايه بصل، ورق لورا، حبهان. تنزلي بالفش تسلقيها، تاخد منك من ساعة لساعة ونص حسب عمر الذبيحة. لما تستوي انقليها في مية باردة، مية ساعة، ده بيحفز عليها من ان هي تتهرد منك وانت بتقطعيها. وبعد كده قطعيها لشرايح زي ما بتقطعي الكبدة كده، زي ما انت شايفة. وقطعي الزور برضو، ونجهز بقى معانا فلفل اخضر وبصل وثوم. اللي هنقطع البصل جوليان، وهنفرم الثوم، وهنقطع الفلفل معانا. ممكن تضيفي له قرن فلفل حامي لو انت بتحبيها مشطشط. في طاسة على النار بتستخدمي زيت او سمنة، او لو انت عندك ليا كمان تحطي ليا تديها ريحة حلوة، او دهون من الذبيحة. شوحي الفشة تاخد لون تحميرة خفيفة كده، يعني زي ما انت شايفة كده. وبعد كده تنزلي بالبصل والثوم والفلفل، وزي ما قلتلك ممكن تضيفي قرن فلفل حامي لو انت بتحبيها مشطشطه. هتبدلي بقى ملح وفلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، ونقلب الفشه مع البهارات. ما تطوليش عليها على النار لان الفشه اصلا مستويه، هي يدوبك تاخد تشويحه مع البصل والثوم والفلفل والتوابل الجميلة دي، وتمتزج الروائح والطعم عشان تدينا طبق فشة جميل. فإن شاء الله يعجبكم. عيد سعيدة عليكم إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. نتقابل في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.